السلام عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه غادي نقولها في حقكم هو الشكر قليل 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 بزاف في حق الله، لانني فرحت بزاف في الكومونتيرات ديالكم اللي جاوني تلقيتهم. كنشكركم ومن القلب ولله يخطيكم عليا احلى متابعين ديالي. شكرا لكم من القلب صراحه، داكشي اللي درتو معايا راه ما غاديش نقدر نردو لكم ولو بالقليل، اقسم بالله كنشكركم ومن القلب والهلا يخطيكم عليا. كان الدعم ديالكم شي حاجه اساسيه بالنسبه ليا، ودائما كنشكركم ومن القلب وحق الله المتتبعين ديالي عزتكم. ما كانش يعني بفضل الله وفضلكم راه ما كناش غنلحقوا بزاف ديال الحوايج، وانما الحمد لله كاين عندنا واحد المتتبعين اللي كيدعمونا وكيوقفوا معنا وكيساندونا. الله يوقف معاهم والله يجعل ربي يحققكم في كل ما كتمناو. دابا نديروا الكماما صراحه هاد لاش غنقول لكم هاد النهار هذا جيت باش يعني ندير معكم واحد الفيديو بالخصوص انني تلقيت بزاف ديال التعاليق في الفيديو اللي فات، وبصراحه هاد لاش غنقول لك هاد المستوى اللي لحقنا ليه الحمد لله الحمد لله، كنحمد الله وكنشكره ومن القلب وحق الله العظيم. الى اش غنقول لك يعني واحد المجهود اللي كنديروه في الخفاء والله العظيم، الى واحد المجهود قيم الحمد لله، وكنقدموا المحتوى يعني نقي الحمد لله انا والوالده واختي وهذا، والحمد لله يا ربي. واليوم جيت ان شاء الله نشارك معكم واحد الخبيره صراحه اللي كنت مخبيها عليكم، ما كنتش كنقولها لكم، ولكن هادشي كامل كيرجع لفضل محبوبه تيفي، العائله ديالي اللي وقفت معايا صراحه وساندتني، وهذه هي العائله اللي كنفتخر بها، هذه هي العائله اللي غنقول نقدر نديرها قدامي وما نديرهاش مورايا. دعموني وقفوا معايا، سكنوا والديا، عطاوني مساكن من القليل، داروا لي من القليل كثير الحمد لله وحق الله كنشكرهم. ولهلي خطي عليا عائلتي اللي اش غنقول لك راه ما ننساش الفضل ديالهم، داكشي اللي داروا لي انا بعدا ما غاديش ننسى، وعمري ما غادي ننسى داك الجميل ديالهم وحق الله. ما قالك اللي كينسى الخير غير ود الحرام، وحنا الحمد لله ما عمرنا ما غاديش ننساو داكشي اللي داروا معانا. وهاد النهار هذا ان شاء الله جينا لكم بواحد كما قلت لكم واحد الخبر اللي كنت ما عمري ما شاركتها معكم، وقلت لهم ان شاء الله غادي نقول لكم شنو كاين ان شاء الله بالتفاصيل، وغادي نخلي الوالده ديالي بعدا تقول لكم واحد التحيه اللي اش غنقول لك واحد التحيه واحد الشكر كبير للمتابعين هما ديالك اللي وقفوا معك وساندوك وباقي كيوقفوا معك. ما بغيت نقولها بشي طريقه اللي انا اش غنقول لك مفتخره بكم وحق الله، ودائما غنبقى نقولها في اي فيديو، غنبقى نقول شكرا للمتابعين ديالي اللي وقفوا معايا، راكم نتوما اللي وقفتوا معايا من بعد الله سبحانه وتعالى، لهلي خطيكم عليا وحق الله كنشكركم ومن القلب خالص اقسم بالله. السلام عليكم المتابعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتكونوا فرحانين يا ربي. وشكرا لكم وليداتي، الله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم ويسهل عليكم، وشكرا لبنياتي، شكرا لنسابي، شكرا لمحمد وحليمه والدراري كاملين، الله يجعل سيدي ربي يدير لهم البلاصه في الجنه ان شاء الله يا ربي. ومحمد اش غنقول لكم الصراحه، الله ما عمره خسروا معايا حتى شي حاجه. شكرا المتتبعين، الله يجعل سيدي ربي يرضي على تيتيج ديالي ويرضي على ياسين، لقيت وليداتي بجنبي والله يوقف معاهم ويسهل عليهم. وشكرا لميمانو، وشكرا تيتيش على الفدوى باش ما ننساهمش يبقى فيهم الحاله. لا والله الحمد لله والله الا عزازين عليا بنياتي، الله يجعل ربي يوقف معكم ويوصلكم فين كتمنى. وشكرا للمتتبعين كيردوا لي البال اللي خاصه لي، وشنو دايره ميامنه شنو فاعله ميامنه. وشكرا لكم وليداتي، الله يرضي عليكم الله يكبر بكم، وتحيه لكم كبيره وليداتي. راه القناه ديالي الصراحه الله شي حاجه بلا بكم ما كاين والو، وصلت بهم والله الا وصلت بهم حتى فوق راسي وليداتي، الله يجعل سيدي ربي يعطيكم هاد العواشر سعاده سعيده ان شاء الله ويعطيكم راحه الله. الحمد لله ماما راكي، الحمد لله راكي دابا بخير، وراكي درتي واحد الخطوه في حياتك لي حققتي بها بزاف ديال الحوايج صراحه. كان الحلم ديال الام ديالي انها تنوض تبني ديك الدويره ديالها وتستقر وتعيش يعني مرتاحه الحمد لله، واخا هي عايشه مرتاحه، ولكن بغيت ندير داري داكشي اللي كاين المتتبعين. والله ما كيخسروا لي حتى شي حاجه، الله يرضي عليهم وشكرا لهم. شكرا للعائله بزاف لانه صراحه وقفوا معنا، الشكر الكبير كنخليه ليهم وكنخليه للمتابعين. داكشي اللي كاين راكم شتو الام ديالي، يعني كانت ساكنه في دار مضيقه يعني صغيره، ماما خداش راحتها، كيجيو عندها نسابها كيجيو عندها احبابها، وما كترضاش بداك الوضع وما باغاش داك الوضع. والحمد لله ملي
كانت هاد الدار هادي خاوية بصراحة. الله جات المناسبة اللي كانوا خداو فيها ماني الدار، هاد الدار هادي عمي مسكين امي الله يجعل في زيدهم في الرزق ان شاء الله ويوقف معاهم كيف ما قالت ماما. صراحة كي عرفتهم خداو هاد الدويرة هادي كاملة كومبلي، قال لي مسكين عمي خدينا بنتي الدار وهادي، وانا كنت يعني انا راكم عارفين بنت المنطقة عارفة الدار وعارفة يعني كل شيء. وانا تنقز قلت له عمي عافاك الا كنت عزيزة عليك وهذا، ماما مسكينة راك عارف يعني السكنة ديالها وهذا. قال لي يا مسكين راني عارفة بنتي اللي كاين. قلت له دابا نتوما خديتو الدار وانتوما عندكم خيركم وتبارك الله عايشين في التواسع. قلت له ما كرهتش ماما مسكينة هي تعيش في التواسع. قال لي هادي عندك المرضيه ديالي اقسم بالله الا كيقولها ليا دائما ماما كيقول ليا كيقول لي المرضيه وحق الله، لانه صراحه الله حتى المتتبعين والمتتبعين ولا كلشي كيقول لي المرضيه. والحمد لله هذا لقب اللي مفتخره به ومفتخره به وبزاف والله العظيم. ونقص قلت له عمي عافاك الا كنت عزيزه عليك وكنتي كتبغيني انت انا وحده من بحال ولادك وبناتك. قال لي مسكين مرحبا على الراس والعين، عطاني مسكين صور ديال الدار، عطاني صور ديال الكراجات. قال لي هاكا بنتي سيري فرحي مامتك ودخليها توسعي مع راساتها وتسكن. قال لي حتى الفوق ما بغات هي تخرج، ما بغاتش تخرج خليها. قال لي ما قال لي زعما الخروج ديالها ولا شي حاجه اقسم بالله. قال لي ها السويرتات هذيك الدار اعتبريها دارك، قال لي ديري فيها داك الشيء اللي بغيتي. وداك الشيء اللي درت انا اول حاجه فكرت فيها لا لا اختك ماما. او بصراحه كيف ما قلت لكم المتتبعين راكم كتعرفوا الواحد فاش كيكون واخد شي دويره ولا شي حاجه، المهم ماني نطر خداو هاد الدويره نورمالمون خاصهم هما يصوروها مساكن ايفيتاو داكشي كامل ديالهم. قالت تيتيش انت غادي تصوري هاد الدار، انت اللي غادي ديريها هادي يا ماما، انت غادي ديري داكشي ديالك. المهم انا نطع وحديتها لماما وصورت داكشي ديالها بصراحه الله، رغم انهم هما خداوها ومن المفروض عليا انا نخليهم هما يصوروا فيديوهات ديالهم حيت هاد الدار هادي ديالنا كاملين الحمد لله، ولكن خص محبوبه اللي تصور دوك الفيديوهات. ومساكن تخلاو على داكشي كامل وخلاوني انا صورت. ودائما الحمد لله كيديروا الاسبقيه ليا، كيشوفوا بوجه والديا، كيشوفوا بوجه با الحمد لله، بوجه العائله ديالنا المتواضعه اللي ما كاين يعني ما فينا حتى شي مشكل الحمد لله. من نهار تعرفنا الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل بيناتنا، كنتحنوا مع بعضياتنا. وداكشي اللي كان عطانا عمي مسكينه هاد الدار هادي صراحه اللي عجبتني بزاف. دخلت عليها لقيت يعني ما خاصه واحد شويه الصباغه وداكشي، مشيت كنطير انا وياسين وفرحانين. ومسكين تاول الفضل ديال ياسين راه ما يترجش، ياسين قلبو كبير بزاف وحق الله. اللي غنقول على ياسين راه ما غاديش نقدر نقول لكم شي حاجه لانه راجلي وانا كنعرف شنو كاين وحق الله كنجبد الهضره ديالو الدموع كيجيوني لانه كنعرف قلبو بيض مسكين كيبغي لي غير الخير. ودائما كيوقف مع العائله ديالي وكيقول لي مسكين عندك ما كان يعني ما كاينش داك كما كنقولوا داك الذكر اللي غادي يسر داك الشغل اللي غادي ديريه انت. كيقول لي بالعكس انت اللي تيتيش كبيره وانت اللي عارفه، وميما مسكينه صغيره اختي اللي كبر مني كاينه في فرنسا، ما كاينش يعني اللي غادي يدير داكشي اللي غنديرو انا، ما كاينش غير يبرد لي داكشي اللي بغيت امي توصل ليه، ما كاينش اللي غيبردوا ليا الا ما درتوش انا. يعني اش غنقول لكم بالدعم ديال راجلي اللي خطئ عليا وحق الله اللي كيدير لي مسكين الخاطر، كيدير لي مسكين الخاطر لواحد الدرجه ما تصورش والله. كنجبد الهضره ديالو الدموع في القلب ديالي ماشي غير في عيني، في القلب ديالي كنعرف لي انه كيبغيني الخير فعلا. هذاك هو الراجل اللي انا مفتخره به وحق الله. ما اش غنقول لك ما عمرو هضر لي عليهم بالخايف، ما عمرو مسكين قال لي شي حاجه ديال المهم شي حاجه اللي تقلقني. دائما كيقول لي انت مرضيه ديري المك فعلي المك تركي المك. بالعكس شري المك ما عمر ما غير لي مجي تمي والله العظيم. ماما الا كيموت عليكم مسكين وكيتقاتل وجاب لي الصباغ ديال البيبه، جاب لي الصباغ ديال الحيوط وصبغنا الدار وبواحد الفرحه اش غنقول لك راه ما تصوروش ديك الفرحه ديالي. عاوتاني كذلك فاش قررنا نبنيو مسكين كي صايب معايا في الوراق نتقاد معاكم شاركنا معاكم كلشي راكم شفتو كلشي على عينيكم، جبنا البلان فرحنا بداك البلان. يعني جاتني قداش مسكين كيقول لي وانا عارفه تبارك الله يعني راكم عارفين العائله الحمد لله يعني ما ناقصهم خير الحمد لله يا ربي. وتبارك الله ولاد الخير دائما كيبغيو الخير للناس، هادشي اللي غنقول لكم. شي واحد كيكون قلبه عامر بالله سبحانه وتعالى وما كتهموش الفلوس، داكشي اللي كاين في لقيت في هاد العائله ديالي اللي خطاهم عليا بصراحه الله. اش غنقول لك راه اللي غنقولو قليل 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 في حقهم وقليل في حقكم حتى نتوما يا احلى متابعين اللي صراحه الله درتونا بزاف الحوايج اللي ما عمر ما نقدر نردهم لكم.
وكاينين بزاف الحوايج المتتبعين صراحه اللي ما عمري ما وصلت نقولهم لكم، ولكن اليوم الصراحه قلت راني نخوي قلبي عليكم ونقول لكم شنو كاين. تا من حد يعني خويا حسن دار واحد المجهود معايا اللي عمري ما غنساه، واليوم قررت غادي نقول لكم ان شاء الله وعلى المباشر. خويا حسن بصراحه اللي تخدم بزاف وتضرب في الاعراض ديالو وفي ديال مراته، اللي صراحه حسن ما يقدوش يوصلوا حتى الضفر، الضفر ديالي يديه وقسم بالله ما غيوصلوش، لانه راجل وبالف الف راجل، وقسم بالله انا بعدا عندي عزيز وكنديرو بحال الاب ديالي، عندي واحد المرتبه عزيز بزاف وحق الله. كنتمنى ليه ربي يخلي ليه صحته ويخلي ليه رشيده وما يديها في هضر حتى شي واحد. الحمد لله خويا حسن دار لي واحد الهديه اللي عمرها ما غادي تنسى ليا. خويا حسن قدم لي واحد الكادو لبابا اللي خلاني نتهنى مدى الحياه. الحمد لله على الخدمه ديال الوالد، صراحه خدا لنا واحد التراكتور اللي شغنقول كتشوفوا الوالد ديالي بيه وكتسالوا واش هذاك التراكتور ديال من ديال من ديال من. هذاك التراكتور صراحه خداه لنا خويا حسن ب 22 مليون. شكون يدير معاك هكا؟ راه خوك لي ولدات امك وراه ما يشريلكش، خوك لي ولدات امك وراه ما يقدملكش شي المساعده في هذا الزمان هذا. خويا حسن شرا ب 22 مليون وقال الوالد ديالي خدام السي محمد هاك سير دير شي مجهود على ولادك. مسكين كان شافو في واحد لا بيريود اللي صراحه تزيرنا، واحد الفتره اللي كانت دازت صعيبه 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 بزاف، والحمد لله تجاوزناها وخدم بابا الحمد لله وفر له بزاف ديال الحوايج. من بعد بداو كيشريو في داك الماتيريال ديال التراكتور الحمد لله ولا كيخدم. المهم اش غنقول لك، حسن بدل لينا بزاف الحوايج في حياتنا. حسن ما عمر ما غاديش ننساو الفضل ديالو داك الشيء اللي دار على بابا، وما ننساش خير ام حليمه وبا الحجبي الله يخليه ليا ان شاء الله يا ربي. هذاك بابا الثاني كنحترمو وعزيز عليا، وملي قدم ليا اش غنقول دوك السويرتات اش غنكره، ما عمر ما غتنسى لي انا ديك اللقطه فاش عطاهم ليا. راه كيجيوني الدموع لدابا وحق الله الا كيجيوني الدموع لدابا. هادشي ما كنتش كنفكرش انا نشاركو معكم، ولكن رغم انني كنشوف التعليقات ديالكم قلت ما نقدرش نخبي عليكم، نتوما الاوائل نتوما اللي كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا، فطبيعه الحال انكم غادي تعرفوا هاد الحقيقه اللي انا كنت مخبيها عليكم. بصراحه الله هادشي اللي كاين، والعائله ديالي الحمد لله اليوم راهو مرتاحين في دارهم. مرتاحه دي راه دارهم ماشي ما دارهمش، اقسم بالله الا كنقول لهم عيشوا ديروا اللي بغيتوا هدموا ديروا لك الشيء اللي الذوق اللي بغيتي ديريه على الوالده انا ديريه. كتقول لي مسكينه داك الشيء اللي كاينه بنتي الله يجعل ربي يرضي عليك والله يرضي عليك والله يرضي عليك. انا كنقولها لا في وجهها دابا وهي حدايا، كنقولها غير رضي عليا وربي راه تيسقد لي الطريق الحمد لله. ربي محبب العبد فيا، الله يجعل ربي يوقف معايا ويوقف معاكم حتى نتوما. على هذاك الله يغلبك على الزمان. امين والله يجعل سيدي ربي يفرش لكم الرضا ويعطيكم بركه. امين امين المتتبعين الله يرضي عليهم في هذه العواشر، الله يعطيهم ما يتمنوا في هذه العواشر وليداتي. امين. واش كيبان لك اختي اميمه؟ صراحه شغنقول لكم المتتبعين، انت تشرح بدلات واحد المجهود اللي جبار اقسم بالله، لا في القناه مع ماما لا في كل شيء. بصراحه هادشي كاع اللي قالت لكم هو اللي كاين، حيت بزاف ديال التساؤلات كيقولوا واش كانت في الاول مشي ليا الدار، ودابا كتقولوا راه بنيتو وهذه. صراحه اختي درت واحد المجهود اللي قلت لكم جبار اقسم بالله. وحنا ما عمرنا ما قلناش في ما عمر قلنا اصلا بلي غتشرب الدار ولا هاديه ولا كانت تيش غير صوراتها كما قلت لكم محبوبه هي اللي كانت خصها تصور. ومع ذلك مساكن هو قالوا لنا صوروا وقالوا لنا استافدوا وقالوا لنا سكنوا فيها حتى تكملوا البنيه حتى ديروا. صراحه ما خسروش معنا نهائيا حتى شي حاجه. وصرا نقول لكم عزازين وغاليين، وسياسين مسكين وقف معنا وديما معنا في الدار وكيوقف معنا حتى فاش جينا للدار وصبغنا كما قلت لكم تيتي شو كل شيء. وتا في البني دابا اللي كدير ماما وقف معنا كل شيء وقسم بالله. وتيتي شو نقول لكم مرضية المتتبعين والله كاع اللي كيقول شي هضره في شكل ولا اقسم بالله الا رضا ديال ماما الا واقف معاها وما عمر بعد ما يقيسها ولا توقع ليها شي حاجه، حيت الرضا ديال الوالدين هو اهم حاجه واكثر حاجه اقسم بالله. ويا حنينه 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 بزاف بلاد اللي غايقول فيها لا زعما كتبغي تفرض على الانسان، ولا بالعكس احن انسان تقدر تشوفوا عينكم هي اختي تيتيش اقسم بالله. انا كنهضر معاها جوج الدموع لا تشتاي يا حبيبه ديالي والله. كنموت على عائلتي وكنقولها لهم قدامهم كنموت عليهم وما نبغي حتى حاجه تخصهم وما نرضاش حتى شي حاجه توقع ليهم. واش غنقول لك راه بزاف الحوايج كيوقعوا في الخفاء
وما كنرضاش بهم وما كان ما كنحملش بنادم يقول لي قد هكا قد هكا هضر على عائلتي. انا جبد لي عيني وما جبديش عائلتي. راه نتسنى بنادم يجبد لي الشفر ديالي يحطهم لي وما نتسناش يقيس لي العائله ديالي. اقسم بالله لانه في واحد النفس خايبة على عائلتي. وحق الله اشنو عندي انا من غير والديا؟ شنو عندي من غير اختي؟ شنو عندي من غير راجلي اللي غاتجيني غير عليه؟ شنو عندي من غير عائلتي اللي غاتجيني غير عليها؟ ما عنديش شي حاجه. وشنو عندي من غير المتتبعين ديالي اللي كيحماقوا عليا؟ ما عنديش غير والله تنغر عليكم ونموت عليكم. وحق الله ربي يرضى عليك امين والله. وقفوا معايا ان شاء الله يا ربي في هذه القناه ودعموني بزاف ماشي غير شويه ان شاء الله بين ما نكملوا الدويره ديال ميامنا. ومرحبا بكم كاملين ان شاء الله يا ربي. بصراحه الله اش غنقول لك ديك الدويره تمنيتها تكمل في اقرب وقت ان شاء الله. يلا متتبعين ديالنا في هذا الفيديو غادي نخليكم وتا الفيديو الجاي ان شاء الله والدعم ديالكم اساسي بالنسبه ليا. وبسلام عليكم.